Hello everyone. I'm Rania Kalik and this is Dispatches coming to you from Mar Elias Refugee Camp in Beirut, Lebanon, where I'm joined by Marwan Abdallah, a member of the political bureau of the Popular Front for the Liberation of Palestine and head of the group's cultural department. Marwan, thank you so much for joining me. Marhaban bikum. So, I think a good place to start is what is the Popular Front for the Liberation of Palestine and how did you become a part of it? لا شك أن هذا السؤال سؤال كبير عندما تسأل من هو هذا التنظيم الذي تنتمي إليه؟ لأن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تنظيم له تجربة تاريخية امتدت خلال مسيرة الكفاحية للشعب الفلسطيني تميز بشكل رئيسي في مسألة الفكر ومسألة السياسة ومسألة المقاومة ومسألة القول والممارسة أعطى مصداقية كبيرة لهذا الفعل الذي قام به وحمل على عاتقه مسألة تحرير فلسطين هذا العبارة التي حملها بالاستناد إلى يعني ليس فقط عناصر القوة الفلسطينية بل إلى عناصر القوة العربية وعناصر القوة الأممية بشكل رئيسي فلذلك هذه مسائل ميزت الجبهة الشعبية تحرير فلسطين أما لماذا كنت فيها فأنا واحد من الشباب الذين اختاروا الجبهة الشعبية تحرير فلسطين لميزات عدة فصحيح أن العمر الذي انتسبت إليه كان في بدايات السبعينات وكان زمن استشهاد غسان كنفاني كان الجبهة معنى رومانسي ثوري واسع وكبير وخاصة المصطلحات والكلمات والأفكار التي أضافتها إلى النضال الوطني الفلسطيني حتى ابتكارها لوسائل عديدة في مسألة الكفاح ما جعلني أن أكون كابن مخيم أن أكون في يعني وسط هذا التنظيم الذي كان يعمل على وما زال على استرداد فلسطين وخاصة أن جيل الشباب الذي كنت فيه في البدايات التقينا بالدكتور جورج حبش هذا القائد الكاريزمي الذي يحمل معاني كبيره عندما قال لنا جمله ما زالت مزروعه اليوم في اذهاننا اذا اردتم ان تساهموا في صناعه مصير شعبكم عليكم ان تكونوا جزء من كل منظم لان التنظيم يضاعف القوه وبذلك يعني كنا فلسطينيين بدون اي اختزال. So the US labels the PFLP a terrorist organization. What is your response to this label? يعني لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها علاقة إستراتيجية قوية مع الدولة الصهيونية. وبالتالي من الطبيعي أن يعني تتبنى الأفكار الصهيونية. خاصة أن هناك خدمات متبادلة وخدمات ذات طابع إستراتيجي تقوم بها. وأنا هنا أتذكر ما قاله الرئيس الأمريكي الحالي بأنه ليس بالضرورة أن تكون يهوديا كي تكون صهيونيا فهذا يعني بشكل واضح انكشاف كامل لطبيعة الخطاب الأمريكي التي تحاول أن تسوقه في العالم لأن مسألة المقاومة مثلا هذا خيار الشعب الفلسطيني بحكم أننا نحن أمام عدو يحتل أرضنا وبالتالي كل الشرائع تبيح لنا هذه هذا الشكل من أشكال المقاومة لمقاومة هذا الاستعمار الصهيوني لكن الجبهة الشعبية تحرير فلسطين عندما قامت بهذا العمل فهي تستجيب للشعب الفلسطيني للدفاع عن هذا الشعب. نحن امام عدو اول هو عدو يمجد فلسفه القوه عدو يمارس العدوان بشكل يومي ومستمر ضد الشعب الفلسطيني العالم لم يستطع ان يوقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني فكان الشعب الفلسطيني هو الذي يختار خياراته في ممارسه هذا المقاومه. هذه المساله لن يعني تفل من عضدنا ولا بأي درجة لأن الجبهة الشعبية تحرير فلسطين تؤمن بالقيم التحررية وبالتالي ليس المسألة إن كانت دولة كبيرة أو صغيرة تتهم بهذه نحن نعرف أن كل الثورات في التاريخ جرى شيطنتها وجرى تشويهها وجرى يعني وصفها بنعود شتى ولكنها عندما تنتصر فهي تحقق يعني معنى كبير لهذا الشعب What is the theoretical framework of the PFLP and its vision for the future of Palestine and the region? يعني لا شك الجبهة الشعبية لديها إطار فكري وهي بالأساس تتبنى يعني النظرية الماركسية اللينينية كما معروف المنهج الجدلي التاريخي في رؤية الأمور وقدمت استراتيجية منذ انطلاقتها استراتيجية واضحة تحدد فيها ليس فقط من هم اعداؤنا ومن هم اصدقاؤنا بل ايضا حددت فيها ماهيه هذا العدو وما هي تحالفات هذا العدو وكيف يعمل هذا العدو على صعيد يعني المنطقه بشكل عام وايضا على صعيد العالم ايضا فلذلك اهم مساله في الاطار الفكري هو ان يكون لديها نظريه للصراع اي بمعنى ان هذا الصراع له اطراف عده وبالتالي علينا أن نصيغ هذه النظرية أيضا من هي تحالفاتنا وكيف نعمل بهذا المنحى نحن ننظر بأن طبيعة هذا العدوان أو هذا العدو الصهيوني وهذا الكيان الصهيوني القائم على أرض فلسطين ولا يهدد الشعب الفلسطيني فقط بالأمس سمعنا كلام إعادة لكلام بن غوريون بأن دولة إسرائيل هي ليست الهدف دول للمشروع الصهيوني دولة إسرائيل هي البدايه لتحقيق المشروع الصهيوني، اي ان المشروع الصهيوني هو لديه وظيفه يطال فيها المنطقه العربيه كامله، لذلك نحن ننظر بان المقاومه صحيح ان الشعب الفلسطيني ان يقف في الطليعه وفي المقدمه ولكنها مقاومه على صعيد المنطقه بشكل عام، وبنفس الوقت انها هو يقيم قاعده للامبرياليه في هذه المنطقه، وواجب ايضا الشعوب ان تكون مسانده للشعب الفلسطيني في نضاله ضد هذا الكيان. So Why does a Palestinian organization far removed from the conditions of Europe and Russia use Marxism and Leninism as its framework? الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مرت ب يعني مرحلة تاريخية هامة جدا، فهي لم تبدأ ماركسية لينية. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي ولدت كاستمرارية لحركة القوميين العرب، فهي ولدت من حركة قومية. وعندما يعني جرى انتكاسه لهذه الحركه كانت ناتج عن الانفصال الذي حصل بين وحده سوريا ومصر عام 1961 ومن ثم هزيمه النكبه او عام 1967 حيث كان عبد الناصر يحمل لواء هذه القوميه انتقلت بالتدريج الى تفعيل العامل الوطني والنظر الى العامل الطبقي فبالتالي كان لها اولويات ان تتحول الى النظريه الماركسيه مع مساله التحول لم تكن تحول بالكتب والجبهه الشعبيه من الذين رفضوا فكره التحول بالكتب هي قالت بان هي اداه الماركسيه ل اداه للتحليل الواقع لفهم واستيعاب الواقع ولدراسه التاريخ ودراسه ومراجعه التجربه على ارض الواقع الفلسطيني والعربي وصياغه نظريه الصراع كما قلت فلذلك استرشدت فيها كمنهج عمل ولم تتعاطى معها كعقيدة جامدة أو أنها أرادت استنساخ لا تجربة الموية ولا التجربة الروسية ولا الشيوعية الأوروبية ولا أي مكان في العالم هي استفادت من هذه التجارب ولكنها استندت إلى العلم في مسألة تحليل الواقع الذي تعيشه Now, the perception of the PLO is that it has changed significantly since the Oslo Accords. Why, do you, why does your organization advocate for the rebuilding of the PLO and why is this important? I mean, in other words, uh, what is the PFLP's approach to the PLO? <mimic> <mimic> وهي تنظيم معارض داخل منظمه التحرير الفلسطينيه لان مساله التغيير يعني كما ورد في السؤال والنظره للمنظمه لم يتراجع منذ اتفاق اوسلو، يعني هو بدا بمغازله الحلول الامريكيه، بالتخلي التدريجي عن البرنامج الوطني الفلسطيني بالعديد من محاولات التساوق حتى مع النظام. الرسم العربي فكانت تفقد الكثير من قيمتها وصولا الى الهدف اعلان الهدف المرحلي وبالتالي هذا اثر حقيقه على جوهر المنظمه حتى جاءت الاشتراطات التي طرحت على المنظمه وهي ضغوطات هائله وكبيره بان الاعتراف بها كممثل للشعب الفلسطيني سواء كان بمؤتمرات عربيه او دوليه كان مرهون بتجويفها من مضمونها التحرري اي بمعنى ان لا تعود منظمه التحرير هي حركه تحرر وطني ولا تعود جبهه وطنيه عريضه للمقاومه، وبالتالي هي التزمت بهذه الشروط وعلى قاعدتها قبلت بان تكون طرفا في التسويه، هنا الماساه الكبيره والاساسيه في هذا المجال، لكن التجربه قالت بان الانقلاب الذي حصل على المنظمه هو حصل من داخل هذه المنظمه وبالتالي نحن نرى بانها لا يمكن الان النظر الى المنظمه كما كان في السابق. نحن الان عندما نتحدث عن منظمه التحرير نقرنها فورا باعاده بناء منظمه التحرير واستعاده دورها كجبهه وطنيه عريضه اي اننا لا نعود لمنظمه التحرير بوصفها شبه نظام عربي او انها نظام متاكل بالمناسبه بعد اوسلو لان السلطه هي التي اصبحت القياده والتي اصبحت المستوى الاعلى من منظمه التحرير كان الهرم مقلوب على راسه ولكن الان عندما نتحدث عن هذه المساله فنحن نتحدث عن منظمه تحرير بوصفها كيان معنوي لان الشعب الفلسطيني مازال يعيش في مرحله تحرر وطني وهذا الانتقال الذي حصل كان انتقال مريع اي بمعنى التحول من فكره الوطن الى فكره الدوله ومن ثم التنازل حتى عن حدود هذه الدوله وحتى الحديث عن الاستقلال وليس عن التحرير اي هناك يعني يجب اعاده الاعتبار للكثير من المفاهيم التي بنتها المنظمه، هذه مسأله صراعيه والجبهه الشعبيه ستظل تناضل لان لا تعتبرها حكرا لتنظيم او لشخص، هي ملك الشعب الفلسطيني وهي أم اهم انجاز انجزه الشعب الفلسطيني. And have there been more discussions of bringing together the different left factions to run uh, as like a separate slate to help rebuild the left؟ يعني لا شك اولا قضيه وحده اليسار بالنسبه للجبهه الشعبيه التحرير الفلسطيني مساله استراتيجيه وليست مساله تكتيكيه ولذلك هي دائما شغل شاغل للجبهه الشعبيه التحرير فلسطين لكن من المعروف وحتى لا يعني يعني نطلق اوهاما في هذا المجال وان كان المساله هي فقط مجرد اخذ يعني قرار سوف يتم ايجاد حل سحري لواقع اليسار الفلسطيني لا شك انه هو مرتبط اساسا بازمه حركه التحرر العربي بشكل عام وعلينا الاقرار بان هناك ازمه تعانيها حركه التحرر العربية وهي تحتاج الى اعاده تجديد جدي واليسار الفلسطيني واحد وهي شكل من اشكال يعني هذه حركه التحرر لذلك تحضر احيانا الكثير من العوامل التي والعقبات اولا ذات الطابع الموضوعي ولماذا اقول ذات الطابع الموضوعي لان الشعب الفلسطيني ليس جميعه موجود على ارض فلسطين في مكان واحد. هذا شعب موجود في دول عديده ومشتت ويعيش في ظروف قاسيه جدا وضمن شروط موضوعيه مختلفه. هذا واحد، اثنين ان الشعب الفلسطيني ايضا يعيش تحت الاحتلال وهو موزع ليس بارادته، هو تحت الاحتلال، وبالتالي هذا الاختلاف يفرض نفسه على الصياغة السياسية وبالتالي اليسار أحد المشكلات الرئيسية له هو افتقاده إلى رؤية موحدة لهذا الصراع المركب الذي يخوضه الشعب الفلسطيني ونحن نعتبر أن فكرة إطلاق خلينا نقول القوة الثالثة ليس بتشكيل قائمة قائمة للانتخابات هي بصراحة توحيد نظرته لإعادة بناء منظمة تحرير توحيد نظرته للمقاومة توحيد نظرته للعلاقة الوطنية القومية توحيد نظرته للصراع على صعيد العالم بشكل عام هذه المسائل هي التي تؤدي إلى هذه الوحدة ولكن إلى الآن لم تنضج هذه المسائل الجبهة الشعبية لن تكل لطرح ونقاش دائم وذات طابع فكري وعميق حول مسألة وحدة اليسار لأن نعتبر هذه الضمانة لأي وحدة وطنية فلسطينية المسألة ليست في إطار القطبية بين حماس كتيار ديني موجود على الساحة الفلسطينية بثقل وبين حركة فتح كتنظيم تاريخي أيضا قائم وموجود في الساحة الفلسطينية لذلك لابد من وجود قوة ثالثة هي التي تستطيع أن تضبط وتصون الوحدة الوطنية الفلسطينية In the past year, there's been a significant increase in armed resistance, particularly in the West Bank, um, and in efforts to build unity across various groups. What do you think is the reason behind this and what social and political impact has it had? يعني لا شك انه لم تهدا الاراضي الفلسطينيه المحتله منذ الاحتلال بمواجهه الاحتلال لكن الامور اخذت اشكال مختلفه في كل مرحله من المراحل. ربما ارتفعت مساله المقاومه مؤشر المقاومه تصاعد في المرحله الاخيره ناتج عن اولا هناك وعي عميق لدى الشعب الفلسطيني انه لا يمكن التعايش مع هذا العدو الصهيوني. واضح تماما ان هذا العدو يريد ان يبتلع كل شيء وبالتالي يمارس سياسه اباده شامله ضد الانسان الفلسطيني فليس بمقدور الشعب الفلسطيني الا ان يواجه مثل هذا الاحتلال. وهذا جزء من الدفاع عن نفسه هذا خيار مشروع. هذا قدر الشعب الفلسطيني اكثر ما هو خيار بالمعنى السياسي لذلك احنا وجدنا ان هذه المقاومه بالتدريج اولا يمكن بدات بال 2014 هناك معنى كبير بان تصل صواريخ المقاومه من قطاع غزه الى تل ابيب انا برايي ان هي انقلاب احدثه في الوعي الفلسطيني انه يمكن يعني ايذاء هذا العدو ويمكن هزيمه هذا العدو هذه الى منطلق جدي في هذه المساله نشهد بالمقاومه اخذت طابع فردي، طابع كانه هي مساله كل شخص له علاقه بمواجهه الاحتلال، وهذه ما نسميه احنا الاشتباك المجتمعي التاريخي مع هذا العدو، لكن هذا الشكل ارتقى، يعني كان العدو يطلق الرصاص على كل من يشتبه انه يحمل سكينا. كان يطلق الرصاص على اي سياره ممكن ان تغير مجرى يعني الطريق الذي تسير عليه. فقط بالشبهة كان يقتل على الهواء مباشرة بدون أي رادع ولذلك صار هذا شيء محزن بالنسبة لأي إنسان فلسطيني أي أن المشكلة الرئيسية بأننا لا نفتق... نفتقد إلى السلاح أي أن السلاح هو المسألة الأساسية في مقاومة الاحتلال لذلك نرى الآن هو تصاعد في المقاومة هناك ركائز جديدة للمقاومة سواء كان في جنين أو في نابلس أو في طول كرم أو في مخيم الدهيشي هناك أصبح شكل اكثر اتساعا لدائره المقاومه وركائز جديده لحركه المقاومه اي ان المقاومه يجب ان لا تحاصر فقط في غزه بل ان المقاومه يجب ان تكون ايضا على كل اراضي فلسطين المحتله حتى اشكال مختلفه لها في مناطق المحتله عام 1948 نحن نرى بان هذا هذه البيئه الاجتماعيه التي تتشكل وتكوين هذا الاساس القاعده الاجتماعيه للمقاومه هي من شانها ان تلغي كل اشكال محاولة طرح الاستسلام على الشعب الفلسطيني والمراهنة على ان اسرائيل بالامكان ان تبتلع الارض الفلسطينيه بسهوله. هذه المسأله لا لا يمكن ان تحدث، الان هم كمن يبتلعون منجل ان اي شكل من اشكال الابتلاع لن يكون سهلا وبالتالي ان هناك مقاومه جديه سوف تطارد الاحتلال في كل الامكنه. The Israeli government, as you know, is moving increasingly towards the religious right, which is causing a great deal of internal strife among Zionists. What do you think this means for Palestine? يعني أنا أعتقد أنه تصحيح للسؤال أنه المسألة ليس في تغيير الحكومة الصهيونية التغيير يجري في العمق داخل هذا التجمع الاستيطاني الصهيوني هذه دولة مشوهة هي قامت عام 1948 على حساب الشعب الفلسطيني ولكنها مرت بمراحل يجب مراقبة هذه التحولات أنا قبل قليل قلت أن المهم أن نعرف من هو العدو لكن الأهم أن نعرف ماهية هذا العدو هذا العدو مر بمراحل مر أولا في مرحلة أولى مرحلة دموية مرحلة احتلال الأرض التي قادها حزب العمل غوريون طبعا كان هو المؤسس الرئيسي لهذه الدوله لكن اخذت شكل اخر عندما اصبح اليمين الفاشي على راس السلطه والان هناك اليمين الديني وهي اذا هذا التحول داخل هذا المجتمع هناك ما يمكن القول بانه هناك قوه اجتماعيه تاسست من المستوطنات هذه القوه الاجتماعيه الان تحولت الى قوه سياسيه وهي تريد استثمار الكولونياليه التي تقوم بها وثمار هذا هذا الاستيطان إلى أقصى حد فهي أخذت طابع هذا الصراع إنها تريد كل شيء تحت شعار مثلا الناخبين ذهبوا وراء بن الذي كان يحمل شعار الحكم والسيطرة أي بمعنى أنه إعادة السيطرة على كل الأرض وبالتالي فكرة الفكرة العنصرية أصبحت أكثر ترسخا داخل هذا المجتمع طبعا من الطبيعي أنها اصطدمت مع قوى ليبرالية أيضا ذات طابع رأس مالي بين أسين استعماري يعني لا يوجد طرف جيد وطرف غير جيد هم طرفين مستعمرين ولكن في هناك من يغالي أكثر في طرح شعارته وبشكل واضح وبدون قناع وهناك من يريد أن يحققها بشكل ناعم هذا هو طبيعة الصراع في إسرائيل لكن أين يحصد الفلسطينيين ذلك أنا برأيي أنه الآن أكثر من أي وقت مضى يتضح طبيعة هذا المشروع الصهيوني هذا هو الوجه الحقيقي للصهيونية ما يمكن استفادة منه يعني هناك الكثير من تحدث على ان هذا الشكل من الصهيونيه هو يشكل خطر على اسرائيل. على العرب جميعا ان يدركوا بان اسرائيل وخاصه القوى التي تقوم بالتطبيع مع اسرائيل، ان اسرائيل تشكل حمايه لهم، وانها تشكل خطر عليهم، اذا كانت تشكل هذا النوع من الصهيونيه خطر على اسرائيل نفسها. فنحن نرى بانه ان هذا الخطر يجب ان يواجه من الجميع، هكذا نستطيع ان نستفيد منه، ونقطه اخرى أنه أن تصل الأمور إلى درجة عالية من الاحتدام فهذا حقيقة يظهر طبيعة الأزمة الوجودية لهذا الكيان لأن هذا الكيان لا يمكن بأن يستمر لأنه كيان كما قلت في البداية وكيان كيان غير طبيعي كيان استثنائي مشوه قام على قاعدة منافية للشرعية الأخلاقية قبل أن يكون أي شرعية أخرى بان يقتلع شعب ويقوم عليه يعني شعب اخر هذا رهن آه هذا 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 الانقسام آه استمراره هو الرهن باستمرار المقاومة كلما تصاعدت مؤشر المقاومة إلى الأعلى كلما زاد حدة وتفاقم هذا الصراع داخل المجتمع الصهيوني. How does the PFLP view the Palestinian Authority? يعني معروف أن السلطة الفلسطينية هي انبثقت عن اتفاقات اوسلو اي ان مصدر شرعيتها الرئيسي هو اتفاق اوسلو المراهنين على السلطة الفلسطينية كانوا يعتبروا ان السلطة الفلسطينية هي مسألة مؤقتة وخطوة اولى باتجاه الدولة الفلسطينية حتى نتذكر من كان يقول انها مولود مشوه يعني من كبار الذين وافقوا على اوسلو كان يقول هو مولود مشوه لكن وجبنا ان نحتضنه لكي يعني يصبح طبيعيا، أي يصبح دولة فلسطينية. الجبهة الشعبية منذ البداية أخذت قرارا وهذه مسألة واضحة تماما للعيان بانها ضد اتفاق أوسلو، وبالتالي تعاطت مع هذا الاتفاق بأنه مشروع منافي ومعاكس للمشروع الوطني الفلسطيني بشكل عام. لكن عندما نتجت هذه هذه السلطة أصبح أمامنا يعني مسائل أكثر تعقيدا وأكثر تركيبا. وهذه حقيقه يجب ادراكها من الجميع، اذا اردنا قراءه الواقع بشكل جدي فهو هذه طبيعتها. طبعا لكن المده الزمنيه لانتهاء فتره السلطه هي استمرت وخاصه انها تقلصت بكثير من من الصلاحيات والمؤسسات التي كانت تقوم عليها لمصلحه تطوير مؤسسات تريدها اسرائيل وخاصه المؤسسات الامنيه. لذلك هي الان مطلوب منها فقط ان تقوم بدور الوكيل للاحتلال، وعاده اي بنيه استعماريه تستطيع ان تستنبت يعني بنى اخرى لكي تساعدها في استمرار احتلالها، فهي اعطت للسلطه مثل هذا الطابع، الان السؤال الجدي المطروح للجميع، وهذا طبعا الذي جعل من الجبهه الشعبيه ان لا تشارك في مؤسسات السلطه وخاصه المؤسسات ذات الطابع السياسي او الامني. يعني مثلا الحكومات الفلسطينية التي تشكلت الجبهة الشعبية لم تشارك فيها الأجهزة وغيرها من المناصب التي يعني طرحت الجبهة الشعبية لم تشارك فيها لكن المجلس التشريعي اعتبر في لحظة ما أنه جزء من المجلس الوطني الفلسطيني أي من منظمة التحرير فعلى هذه القاعدة قد شاركت لكن الآن في سؤال جدي مطروح ماذا عن مستقبل السلطة؟ الآن هذا السؤال بالمناسبة مطروح فلسطينيا ومطروح إسرائيليا يعني حتى هاي الصهيونية الدينية تقول ما جدوى السلطة الفلسطينية هناك من يريدها أن تبقى كشكل وهناك من يقول لا أنها هي تشكل حاجز أمام حسم الصراع بكل هذا المعنى هذا السؤال أيضا مطروح علينا لأن هناك ثلاث قوى الآن عم بقول يتبلوروا داخل فلسطين في قوة موجودة بالأساس هو الاحتلال في السلطة الفلسطينية طبعا بملحقاتها والاحتلال بملحقاته وفي المقاومة ثلاث كيانات يعني قائم وواضح كلما اتسعت برأينا المقاومة كلما داقت رقعة السلطة يعني هذا بنظرتنا وبالتالي من وجبنا أن لا نوصل الأمور إلى درجة الصدام ما بين السلطة والمقاومة يعني دع الأمور تسير وفق منطقها الطبيعي ووفق متطلبات الواقع إلى أن نصل إلى النتيجة التي نحن نسعى إليها وهو التصادم المباشر بدون حواجز ما بين المقاومة والاحتلال what are the conditions of the Palestinian working class and specifically can you touch on people in refugee camps, youth, and farmers؟ يعني عموما الشعب الفلسطيني في لبنان بمجموعه يعاني من من أزمة حقيقية يعني أزمة ذات طابع وجودي أحيانا يعني تاخذ طابع اجتماعي ذات طابع اقتصادي هي أساسا مأزومة قبل أن يوجد أزمة في لبنان وخاصه الشغيله الطبقه العامله هؤلاء الذين يعني ممنوعون اساسا من العمل في اكثر من 25 مهنه وايضا حتى بما فيهن المهن الحره الفلسطينيين ممنوعون من الدخول فيها بسبب انهم لا يستطيعوا دخول النقابات أي انهم يعيشون لحظات من الحرمان يعني الفلسطيني يتم التعاطي معه انه خارج القانون وخارج الدوره الاقتصاديه فيمكن ان نتخيل ما هي الطبيعة التي يعيش فيها الإنسان الفلسطيني هذا ما جعل حقيقة هذا الوجود الفلسطيني أن وخاصة الطبقة العاملة بأن تقوم بالعمل بالعمل الأسود أي أنها تعمل وهم فلسطين يعملون وإذا كان هناك بطالة فهم أيضا يطالهم هذه البطالة ولكن هذا العمل بدون ضمانات اجتماعية هذا العمل بدون أعطائهم يعني حق في نهاية الخدمة هذا العمل يعتبر غير قانوني لأنه يتم القانون اللبناني يتم التعاطي معهم كأجانب وليس كلاجئين أي أن مواصفات اللاجئ يتم انتقاصها في القانون اللبناني وبالتالي الأجنبي الذي يريد أن يعمل معروف تماما أنه بده ينتسب إلى نقابة وبده معاملة بالمثل وبده رخصة للعمل وهذا طبعا لا ينطبق على الفصيل نحن لا نريد أن يتم التعاطي معنا كأجانب نحن لسنا كأجانب ونحن لسنا لبنانيين نحن فلسطينيين، يعني هناك شيء استثنائي له علاقة بهذا الموضوع، فهذا من يجعل يعني دائما في حالة قلق على المستقبل، في حالة تهميش للإنسان الفلسطيني، في الإنسان الفلسطيني يشعر أحيانا أنه يقيم في جيتو، أي أنه يستطيع العمل داخل مخيمه وتبقي حياته الاقتصادية داخل هذا المخيم، وأما إذا أراد العمل في الخارج فهو يكون رهن لرب العمل وتصرفاته الإستنسابية، يعني بحقه، فدائما الصوت يرتفع من أجل هؤلاء الشباب الذين يولدون في لبنان، الذين يتعلمون في لبنان، يعيشون في لبنان، يتزوجون في لبنان، ربما يموتون في لبنان، لكن لا يحق لهم العمل في لبنان. يعني هذه هذه مسأله قاسيه في التعاطي بهذه المعادله. What is the situation of political prisoners and what is their role in the struggle for the liberation of Palestine? يعني ال- الطليعه الفلسطينيه المقاومه هي موجوده معظمها في 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 السجون في زنازين العدو الصهيوني من القاده الاوائل هؤلاء معروف انهم موجودين جزء من العنف البنيوي الذي يمارسه الاستعمار ضد النضال الفلسطيني ضد الشعب الفلسطيني وخاصه ضد هؤلاء القاده والكوادر والمناضلين هو يمارس هذا التحييد لهم ويحاول ان يحجزهم هو يحاول أن يخرجهم من دائرة الحركة الوطنية الفلسطينية ومن دائرة المقاومة لكن رغم كل أشكال العنف كل أشكال التعذيب كل أشكال القهر الذي يمارس إلى درجة يعني القرارات العنصرية الفاشية الأشبه بالنازية التي أخذتها هذه الحكومة الأخيرة ضد هؤلاء الأسرة إلا أنهم في الطليعة نحن أول من يصيغ لنا الوثائق الخاصة بالوحدة الوطنية هي وثيقة الأسرة أول من يكتب الكتب والأفكار والذي حول فعلا السجون إلى جامعات إلى أكاديميات للفكر والتعلم والثقافة وأبرز أبرزهم اليوم الذي القائد الذي يعاني والكاتب والمفكر الذي يعاني من مرض سرطان وترفض إسرائيل إطلاق سراحه رغم أنه له عشرين سنة وأكثر في في سجون هذا العدو وهو وليد دقة الذي قام ب يعني كتابه الدراسات الفكريه حول وضع السجناء وكتب روايات للفتيان وغيرهم في هذا المجال وايضا يعني اسماء اخرى كبيره مثل كميل ابو حنيش ومثل وائل جغبوب ومثل منذر خلف وايضا بسام الخندقجي وايضا قادة عظام مثل رفيق احمد سعدات ومروان البرغوثي وعهد ابو غلمي وعدد كبير من هؤلاء القاده الذين هم داخل السجون لم يستطيع احد ان يفقدهم هذا الدور نحن نعتبر ان منظماتنا في السجون هي جزء من الحركه الوطنيه الفلسطينيه نحن نقول لهم الحركه الوطنيه الفلسطينيه الاسيره اي انهم جزء اصيل من هذه الحركه الوطنيه وواجب اطلاق صراحه بصراحه مفتاح السجن هو في يد المقاومه يعني الجهد الذي تستطيع ان تصل اليه المقاومه في اطلاق سراحهم لانه العدو الصهيوني يتعاطى معهم بعنجهية عاليه جدا وبطريقه فاشيه تصور انا يعني مساله اريد الاضاءه عليها مساله في غايه الوحشيه انا لا اعتقد ان هناك انسانيه تشابه يعني او مثل يشابه هذا 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 التصور ان هناك احتجاز لجثامين الأسرة توضع في الثلاجات لحد الان في اكثر من من 300 يعني جثمان للشهداء داخل داخل يعني معتقد يعني كانه هناك من يريد ان يتحكم بموتك كما يتحكم بحياتك تخيل انه حدا ابنه موجود في ثلاجه بدرجه 75 تحت الصفر ولا يريد العدو تسليمها لاهله يعني هل هناك اشنع وافظع من هذه الجرائم هذا بصراحه يعني مساله هي ايضا يرهن يعني الدور الانساني والاممي والمنظمات التي تتحدث عن حقوق الانسان وعن الحريه وعن الديمقراطيه والعداله هي ان تقوم بواجبها ايضا ازاء الانسان الفلسطيني ان لا تتعاطى يعني فقط بعين واحده في هذا المجال وبمعيار واحد. So to zoom out more regionally across the Middle East most of the most the dominant resistance organizations are dominated by religious parties, right? So the PFLP as a secular leftist organization, what is the PFLP's view of religious armed resistance groups like Hamas, Islamic Jihad, and Hezbollah? يعني لا شك احنا ال... اولا نحن نعيش مرحله التحرر الوطني ومعروف ان تجارب بالنضال ضد الاستعمار لم يكن هذه المساله يعني الكفاح هو رهن على القوى اليساريه مثلا لكن هذه مساله طالت الجميع وهناك حركات اسلاميه ساهمت بشكل جدي في مساله مقاومه الاستعمار كل تجارب الشعوب التي يعني نعرفها وخاصه تجارب شعوبنا الاسلاميه ومن نفس الوقت ايضا التجربه اكدت بان هناك لاهوت التحرير الذي كان في امريكا اللاتينيه وهناك من استطاع ان يتحالف معقول يسار ضد الإمبريالية طب هنا المسيحيه الثوريه قيل عنها وايضا هناك بصيغه اخرى يوجد ايضا مسيحيه اسلام ثوري وهذا الاسلام ليس شكل اخر للاسلام الذي كان سائدا يعني التقليدي خليني اقول هيك في فرق كبير بين فقه المقاومه فقه التفكير خليني اسميه هيك والبحث عن التخوم والخطوط دائما التي توحد الامه في مواجهه هذا العدو وبين يعني اسلام قام على قاعده فقه التكفير وبالتالي يعني المساهمه في تمزيق كيانات هذه الامه، هناك فرق كبير بالنسبه لنا، اما في تجربه فلسطين فنحن نعتبر ان يعني وجود حركه اسلاميه مقاومه ضد عدو الصهيوني هذه مساله تضيف للنضال الوطني الفلسطيني، بالعكس إذا كان إذا كانت هذه الحركات الإسلامية قد تراجعت عن هذا الدور أو لعبت دورا مضادا، هنا تكمن المشكلة، لكن أن تكون متصادمة وتتفوق في مسألة المقاومة هذه مسألة هامة جدا، لأنه نحن دائما نبحث عن النقاط المشتركة في السياسة ولا نضع الأيديولوجيا أمام السياسة، إذا شئنا أن نضع الأيديولوجيا أمام السياسة لن يختلف فصيلين، يعني لن يتفق فصيلين مع بعض، حتى لو كانوا مرات بنكونوا من نفس المشارب الأيديولوجية. المسألة تكمن في إيجاد قواسم مشتركة بين طائرات يسارية وطيرات إسلامية وطيرات قومية في, موا... في مشروع واحد آه لمقاومة العدوان الرجعي الصهيوني الإمبريالي على منطقتنا وبالتالي نحن من يطرح فكرة المصالحة الفكرية التي يمكن أن تتوصل إلى إقامة مشروع مقاوم يوحد الجميع في هذا الوجه أما القضايا الأخرى ذات الطابع الاجتماعي التي نحن لسنا في مرحلة الدولة وبالتالي مرحلة التحرر الوطني ينطبق عليها تحالفات تختلف تماما عن مسألة إدارة مجتمع نحن الآن قبل أن يأتي تأتي يأتي هذه الدولة فعلينا أن نحرر هذه الدولة وهذه مسألة هام. قبل ما نشرع قوانين في العلاقة مع المجتمع علينا أن نسهم في تحرير هذا المجتمع، وهذه المسألة التي نتفق مع الجميع عليها. What are your thoughts on the growing realignment of power dynamics across the region, including normalization agreements between several Arab governments and the Israelis? And does this impact the Palestinian struggle? لا شك أنه المشروع الأمريكي في المنطقة يتراجع، وهذا طبعاً بفعل يعني تطور الفعل المقاوم لشعوب المنطقة بشكل عام وهذا الانكفاء يعني أدى إلى إيجاد استراتيجية جديدة لملء الفراغ ومنع يعني انهيار هذه الجبهة فكان لابد من التدخل الأمريكي الذي جرى لإقامة حلف مع بين القوى الرجعية وبين العدو الصهيوني يعني تريد حماية هذا الكيان الذي يشكل لها قاعدة استراتيجية هامة في المنطقة وبالتالي كانت الاطروحات الجديه نحو يعني ما سمى زيفا باتفاقات ابراهام يعني والزيف فيها بان هي مصالحه بين اديان ثلاثه وهم والثلاث قوى هذه السياسيه لن تمثل هذه ولن تمثل الاديان الثلاثه يعني بهذا المنحة فبالتالي اراد ان تحدث اختراق في هذه المنطقه في محاوله لوضع اسرائيلي وضع الحليف في مواجهه يعني عدو مخترع اللي هو ايران، وبالتالي وهذه طبعا تعودنا عليها دائما كما حصل يوما ما في افغانستان وايضا في مناطق عديده لكن الان الامور اختلفت تماما، برايي انه هذا التحول وهذا الجدي الذي يحصل سواء على صعيد العالم بشكل عام، اي ان مساله القطبيه لم تعد يعني فقط القطب الواحد هو الذي يسود في هذا العالم ومن ثم التحولات التي جرت يعني في المنطقه بفضل يعني صمود محور المقاومه بشكل بشكل عام ادى الى ايجاد تغييرات أه الان نحن نرى بأن هناك خطى بطيئه اولا في نضال قوي للشعب الفلسطيني على ارض فلسطين يعطي نماذج كبيره في الصمود والمقاومه المساله الاخرى المصالحات التي تجري بان مثلا المملكة العربية السعودية ايقنت بان امريكا والقبضة الامريكية لم تعد يعني هي القبضة التي تحكم هذه المنطقة وبالتالي لا لديها مصالح ايضا مع قوى اخرى مثل الصين ومثل روسيا وغيرها وبالتالي ايران ايضا هي دولة قائمة وموجودة في المنطقة ولا استطيع ان تتغافل عن هذه الحقيقة فلذلك ذهبت بهذا الاتجاه وهذا عامل كثير مهم وايضا الايرانيين كان لديهم ايضا وجهة نظر تقول بأنه يعني محاولة تأليب السعودية ضد إيران هذه مسألة إسرائيلية وبالتالي تعطيل هذه القضية هي أيضا يعني مصلحة للجميع بما فيها القضية الفلسطينية إخراج السعودية من الفم الأمريكي هذه مسألة هامة نحن لا نريد لها أن تصطف في هذا المكان وخاصة للمكان التي تحتلها السعودية في العالم الإسلامي والعربي فلذلك هذه هذه قضية هامة طبعا القضية الفلسطينية لا شك كلما يعني ابتعدت هذه الدول عن اسرائيل حقيقة كلما يعني كان النفع يعود الى القضية الفلسطينية، لنتصور فقط ظاهرة صغيرة جدا ان الشعب الفلسطيني ينظر في ظل هذه الاستباحة الصهيونية لمخيمات جنين وغيره من الاراضي الفلسطينية والاماكن المقدسة وعلى رأسها يعني المسجد الاقصى، تخيل انه كان ينتظر أن تمتد اليد العربية إلى هذا الإنسان الفلسطيني، فجأة وإذ هناك أيادي عربية تمتد لهذا القاتل. يعني هذا ليس درس يجب أن يفهمه الجميع. يعني هذا برسم كل الشعوب العربية التي نحن نراهن بأنها تأبى هذا التطبيع، نحن وشهدنا الشعب الليبي كيف تعاطى مع يعني مع هذه الخطوة التي قامت فيها وزيرة الخارجية.

في المقاومه سوريا واضح تماما انه الدوله التي لها اراضي محتله من قبل اسرائيل وهي مرتفعات الجولان وعلاقتها بالقضيه الفلسطينيه علاقه يعني استراتيجيه يعني مبنيه على قاعده وحده هذا الاقليم يعني بشكل بشكل عام ونظرتها القوميه ايضا لهذا الدور وبالتالي من الطبيعي ان يتم استغلال مرحلة تاريخية عاشها عاشتها المنطقة العربية لا شك أن فكرة الإصلاح وفكرة الشعوب ومحاولة نيلها للمزيد من الإصلاحات وهذه مسألة طبيعية ومسألة يعني لا نستطيع إلا أن نصطف إلى جانبها لكن الذي يستهدف في سوريا هو ليست فقط الإصلاح الذي استهدف في سوريا هو الدولة السورية بشكل كامل وبالتالي لا من هناك مصلحة أمريكية ومصلحة رجعية ومصلحة إسرائيلية بالتعدي على سيادة سوريا على وحدة الأراضي السورية حتى يعني الشعب السوري إذا كان يعتقد بأنه من خلال هذه القوة يستطيع أن يحقق يعني ما يريد فهو يكون خاطئ آه، الآن نحن أمام آه، يعني آه، حقائق آه، قد ظهرت منذ فترة، هناك من قال بأنه قد آه دفع أكثر من 133 تلات مليار دولار لكي يغير الوضع في سوريا، وهي دول رجعية أساسا آه، لا يوجد فيها ولا أي نموذج ربما إيجابي من الذي موجود لدى سوريا. آه، وأيضا هناك دول الآن موجودة تحتل اراضي يعني في سوريا زي تركيا يعني مثلا او الولايات المتحده الامريكيه ده لماذا هي باقيه تحتل سوريا تحت يعني اسماء ومسببات ومبررات يعني مثل محاربه داعش ورغم انه هناك يعني قراءه لان كل خيوط داعش كانت مربوطه في السي اي وواضح تماما ان هي التي تقوم بخصخصه القوه اي استخدام ادوات يعني غير مرئية في القتال ضد سوريا وبالتالي المستهدف هو سوريا لماذا سوريا كما قلت للتأثير على القضية الفلسطينية يعني المسألة مرتبطة بفلسطين تخيل لو سوريا تريد أن تقيم علاقات مع إسرائيل لو سوريا تريد تطبيع علاقات الموافقة على الحلول المطروحة بالنسبة لها أنا أعتقد لا, يمكن الاحتفاظ بهذا به النظام وبدليل أنه تم الاحتفاظ بأنظمة كثيرة توقع اتفاقات ضد يعني اتفاقات مع إسرائيل أي أن إسرائيل كانت شرطاً يعني لبقاء اي نظام عربي يعني ان الشرعيه بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه تستمد من العلاقه مع اسرائيل فلذلك هذه المساله تاباها سوريا ويكفي ان تقول ذلك لانه هذا بصراحه له تاثير كبير له تاثير معنوي تاثير على كل محور المقاومه مكانه سوريا كما هو معروف يعني نحن نتحدث عن مساله جيوسياسيه ايضا ليس فقط مساله يعني الى طابع موقف لو حصل اي انهيار للواقع في سوريا هذا الانهيار بداعه ليطال المنطقه بشكل عام والقضيه الفلسطينيه بشكل خاص ولذلك بقاء سوريا هو قوه يعني اضافيه الى كل يعني هذه المنطقه وكل هذا المحور الذي سوريا تشكل ركن يعني اساسي فيه in the west there's a debate about whether there should be one state or two states when it comes to palestine um i'm curious what is the pflp's view on what the most ideal um outcome in the future would be one state two states something i didn't mention اولا لا يوجد يعني حلول مطروحه لا اعرف من هو الذي يطرح هذه الحلول نحن لم نطرح علينا اي حل ثم ان نحن نطرح حلول لمن للفلسطينيين ام نطرح حلول لاسرائيل نحن بالنسبه لنا نتمسك بالحق اكثر ما نتمسك بالحل والذي ثبت بأن التخلي عن الحق هو يؤدي إلى يعني إضعاف وإسقاط هذا الحل كل الأفكار المطروحة هي فقط أفكار مقنعة لترويج مخططات تقوم بها إسرائيل إسرائيل تسعى لإقامة الكيان الصهيوني على كامل أرض فلسطين التاريخية هذا إذا لم يكن لها أيضا وظيفة تطال المنطقة بشكل كامل فلماذا نحن نطرح يعني مثل ونسوق مثل هذه الحلول؟ احنا مسألة هامة جدا بالنسبة لنا آه هو استرداد فلسطين فلسطين معروفة للعالم كله آه فلسطين اللي التي يعيش فيها آه الجميع لكن لا تعيش فيها الصهيونية هذه مسألة في غاية الأهمية فلسطين هذه العربية الدولة العلمانية الديمقراطية آه فلسطين هي جزء من العالم العربي هذا هو هدفنا هذا هو الهدف الأصيل وباقي ذلك ليس إلا لتمرير المشروع الصهيوني خدعنا المشروع الصهيوني في الحديث عن إقامة دولة على حدود 67 وأنها ممكنة ثم ذهبنا إلى دولتين لشعبين والمناسبة هي زرعة الولايات المتحدة الأمريكية على لسان السياسيين ولا يوجد في الوثائق الحقيقية للمؤسسات السياسية الفلسطينية لكن أصبح بعد ذلك يروج بهذه الطريقة ثم الآن سقط حتى يعني الحديث عن الدولتين نحن لدينا هدف هو تحقيق الحق الفلسطيني وليس لدينا حل لترويج أوهام سقطت امام ما يسمى مشاريع التسويه. نحن الان امام انتقال جدي بين ما كان يقال بانه تسويه الى ما يمكن اعطائه الاسم الحقيقي وهو التصفيه وليس التسويه. فلذلك الاهم هو تاصيل نظريه الصراع، هذا هو الاهم، واذا كان هناك من قوه يعني تريد ان تواصل هذا الطريق فعليها ان تتبنى مثل هذه الرؤيه. Where do you see prospects for effective anti-Zionist resistance outside of the region and what's the role of BDS in all of this? لا شك ان نؤمن بالمقاومه الشامله المقاومه الشامله التي تمارس كل اشكال المقاومه نحن نرى بانه المنطقه العربيه والشعوب العربيه ممكن ان تمارس مقاومه التطبيع مقاومه الاختراق الصهيوني مقاومة إقامة قواعد وإقامة مؤسسات وإقامة مراكز للحركة الصهيونية في في هذه المنطقة وأضف إلى ذلك العالم هذا غير معزول أيضا لأنه نحن نرى بأن هذه العنصرية الصهيونية التي تتفشى هي أيضا من مسؤولية القوى المتضامنة مع القضية الفلسطينية أي الانتصار في الرأي العام العالمي لعزل هذا الكيان الصهيوني نحن نرى بأن هذه مسألة هامة جداً في الصراع ضد الامبرياليه وضد الصهيونيه لنتذكر بانه ما حصل في جنوب افريقيا ان هذه العنصريه لم يعد يحملها العالم كانت فقط الولايات المتحده الامريكيه التي تؤيد الدوله العنصريه في في جنوب افريقيا لكن الراي العام العالمي الشعوب في العالم عندما تضامنت ضد هذه العنصرية هي أسهمت بشكل جدي في إسقاط هي عزلت النظام العنصري. الآن مطلوب العالم أن يعزل الكيان الصهيوني. في الولايات المتحدة الأمريكية مطلوب إدانة الجرائم الصهيونية أن لا تكون جزء من اللسمية. هذه مسألة مقرفة بالمناسبة. آه لا يمكن ان اليهود نفسه ان يدين جرائم الصهيونيه هناك نعرف ان هناك الكثير من اليهود يدينون الجرائم الصهيونيه جرائم اسرائيل التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني فبالتالي لماذا تعتبر انها ضد اليهوديه يعني هذه مسألة أنا أعتقد أنه يجب على المفكرين وعلى الأحرار في الغرب بأن يوضحوا هذه المسألة وبالتالي لا أن يصبح إسرائيل ليست فوق القانون وليست فوق الأخلاق وليست فوق يعني الشرعيه الدوليه، يجب ان تنفذ كل هذه المسائل على هذه الدوله والا هي دوله مارقه، دوله يمكن ان وهذه مساله هامه جدا ويجب ان تكون واحده من شعارات وبعتقد انه انتصار البي دي اس يمكن يعني في مسائل عديده اجتماعيه يجب ان يؤسس لمساله سياسيه اخرى. المساله السياسيه الاخرى يجب ان يعاد القرار الصادر عن الامم المتحده باعتبار الحركه الصهيونيه هي حركه عنصريه هذا تم الغاءه في مرحله في غفله من الزمن تم الغاءه في الامم المتحده هذا يجب ان يعود المساله الاخرى اذا لازم يؤسس عليها ويجب ان ينشا حمله كبيره من اجلها هو طرد اسرائيل من الامم المتحده هذه مساله هامه لان اسرائيل لا تطبق هذه القرارات نهائيا حتى لو يعني تم على الاقل اخذ راي عام نحن وجدنا هذا الراي العام بصراحه بتضامن مع المقاومه الفلسطينيه في سيف القدس وجدنا كيف كل مدن العالم يعني وشباب يعني في شوارع وعواصم لم نكن نتوقعها آه لا بان تنكشف لها هذا الوجه الحقيقي لهذا العدو الصهيوني لان عنصريه بهذا المجال مثل ما كانت النزية آه في في, في 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 المانيا النزية لم تكن عدوا لاوروبا كانت عدو للعالم وهذه الصهيونيه ليست عدوا للمنطقه العربيه هذا عدو للعالم Marwan, I want to thank you for joining me and giving me your time. <laughs>